بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الوحدة أو الوضعية التعلمية الخامسة من ميدان الظواهر الميكانيكية الخاصة بمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط. والوضعية التعلمية الخامسة تتمثل في نقل الحركة، وسنتطرق إلى إحدى وسائل نقل الحركة انطلاقا من هذه الوضعية الجزئية. إذن أحضرنا صورة لهذه التركيبة أو لهذه العدة التي نتعامل بها ونحتاجها في مدرستنا في المستوى السنة الثانية، مستوى السنة الثالثة، مستوى السنة الرابعة. إذن يقول في هذه الوضعية: لاحظ التركيبة الممثلة في الوثيقة المقابلة، وحاول أن تتعرف على مكوناتها. إذن كما نلاحظ أن هذه العدة أو هذه التركيبة التعليمية مكونة من أربع عناصر أساسية. العنصر الأول كما نلاحظ العنصر الثاني هو هذا القرص الكبير، العنصر الثالث هو هذا القرص أو هذا الدولاب الصغير، والعنصر الرابع هو المصباح. إذن رقم العنصر واسم العنصر ووظيفته. إذن فالعنصر رقم واحد هو مقبض. ما هي وظيفة المقبض؟ اسم على مسمى يقبض منه أو تقبض منه العجلة أو العنصر اثنين لتسهيل عملية التدوير. إذن المقبض وظيفته تدوير العجلة الكبيرة. العنصر الثاني هو العجلة الكبيرة الملونة هنا في هذه الصورة باللون الأصفر، يعني هذه هي العجلة أو القرص أو الدولاب الكبير. ما وظيفة هذه العجلة؟ هي تدوير، وظيفتها تتمثل في تدوير العجلة الصغيرة أو القرص الصغير أو الدولاب الصغير، يعني هذا. فحينما تدور العجلة الكبيرة تعمل على تدوير العجلة الصغيرة، والعجلة الصغيرة هي جزء من الدينامو، هي جزء من الدينامو أو المنوبة أو المولد. إذن قلنا العنصر الثالث هو العجلة الصغيرة. ما وظيفة العجلة الصغيرة الآن؟ تدور من أجل تدوير قطعة المغناطيس، يعني هذه العجلة الصغيرة محمولة على محور، هذا المحور ينتهي بمغناطيس قرصي الشكل أو أسطواني الشكل يتواجد داخل الدينامو. فحينما تدور العجلة الصغيرة يدور المغناطيس، وحينما يدور المغناطيس يؤدي الغرض الذي يتمثل في توليد التيار الكهربائي الذي سيوهج المصباح. إذا رابعا المصباح، ما دوره هنا؟ المصباح وظيفته الإنارة أو الإضاءة. إذا لنشرح الآن ما هو مبدأ عمل هذه التركيبة أو كيف تعمل. إذن هنا يعني هذه العدة أدرجناها تحت موضوع نقل الحركة بالاحتكاك، يعني كيف تعمل هذه التركيبة. تعتمد هذه التركيبة في عملها على مبدأ نقل الحركة بالاحتكاك. لنوضح ذلك، كيف يتم ذلك؟ قلنا نمسك المقبض من أجل تدوير، يعني نقوم بتدوير العجلة في أي اتجاه، سواء في اتجاه معاكس لعقارب موافق لعقارب الساعة أو المعاكس لعقارب الساعة لا يهم. المهم حينما نقوم بتدوير هذه العجلة الكبيرة فإنها بفضل الاحتكاك الناتج عن التلامس المحكم بين السطحين، بين سطحي العجلتين، تؤدي إلى دوران العجلة الصغيرة أي دوران الدينامو. إذن فهذا هو المبدأ المعتمد. تعتمد هذه التركيبة في عملها على مبدأ نقل الحركة بالاحتكاك. وماذا ينتج عن ذلك؟ إذن فهذا يؤدي إلى تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، أي حينما يدور الدينامو
بفضل هذا العمل الذي هو نقل الحركة من العجلة الكبيرة إلى الدينامو بالاحتكاك، قلت حينما يدور الدينامو فإنه يحول الطاقة الكهرباء الحركية إلى طاقة كهربائية. إذن هذا هو مبدأ عمل هذه التركيبة. الآن لنتعرف على عناصر نقل الحركة بالاحتكاك. ما هي العناصر المشتركة في نقل الحركة بالاحتكاك؟ إذن لازالت التركيبة موجودة معنا. لاحظ أننا غيرنا موضع العنصر 3 والعنصر 4، يعني هنا سنتكلم عن العناصر المشتركة في نقل الحركة. إذا لدينا اسم العنصر ووظيفته. العنصر الأول اسمه القائد. أين هو القائد؟ يعني الذي هو مصدر الحركة وسيرسلها إلى غيره. لا شك أنه العجلة الكبيرة هنا، يعني في هذه الحالة العنصر القائد هو العجلة الكبيرة. ما وظيفته؟ يرسل الحركة إلى العنصر الآخر الذي هو المقتاد. أين هو المقتاد؟ يعني الحركة كانت موجودة لدى هذا العنصر الكبير وهو القائد، فستنتقل بفضل الاحتكاك إلى هذا العنصر الصغير، القرص الصغير، وهو المقتاد. إذن في المقتاد ما وظيفته؟ أنه هو الذي يستقبل الحركة من العنصر القائد. ومن الذي وصل الحركة من القائد إلى المقتاد؟ إذن فهو الاحتكاك الناتج عن التلامس. يعني إذا لم يكن هناك في المنطقة 3 احتكاك أو تلامس وثيق، فإن الاحتكاك يكون ضعيف وقد لا تنتقل الحركة، فينبغي أن يكون التلامس محكم، تلامس جيد. فحينما يدور القائد يعمل على دفع المقتاد. إذن هذا بالنسبة للعناصر ووظائفها. فقط ننبه، ليس شرطا أن يكون دائما القائد هو الكبير. في مثالنا هنا القائد هو الكبير لهدف معين، لكن قد تجد في أمثلة أخرى أن يكون القائد هو الأصغر والمقتاد هو الأكبر، لا مانع في ذلك. ثم بعد ذلك السؤال المطروح، ماذا ينتج عن نقل الحركة بالاحتكاك؟ يعني ما هي النتائج التي تترتب عن نقل الحركة؟ إذن هنا لكي نعرف ينبغي علينا أن نتعرف على هذه المعطيات. نحاول أن نتعرف على قطر كل عنصر. إذن فالعنصر القائد قمنا بقياس قطره، هذا القرص الأصفر قمنا بقياس قطره فوجدناه يساوي 10 سنتيم. العنصر المقتاد وهو عجلة الدينامو قمنا بقياس قطرها وجدناه 2.5 سنتيم. إذن لاحظ ما هي العلاقة العددية ولا العلاقة الرياضية بين هذين القطرين. لاحظ بأن 2.5 هي ربع العشرة، يعني أصغر منه بأربع مرات. الآن نقوم بالتدوير. يعني إذا أدرنا القرص الكبير دورة واحدة، ما كم دورة يدورها العنصر الصغير المقتاد؟ إذن عندما يدور العنصر القائد الكبير دورة واحدة، لاحظنا بأن العنصر المقتاد يدور أربع دورات. إذن لاحظ بأن عدد دورات الأول، عدد دورات الكبير، هو ربع عدد دورات الصغير. إذن عملية عكسية مع الأقطار، القائد قطره أكبر بأربع مرات من المقتاد، دوران القائد أصغر بأربع مرات من المقتاد. ثم لننتبه إلى شيء آخر وهو اتجاه الدوران. يعني عندما نقوم نحن بتدوير العنصر القائد مثلا في اتجاه عقارب الساعة، يعني في هذه الجهة، لماذا نقول اتجاه عقارب الساعة؟ لأنه مرجع عالمي متفق عليه، متعارف عليه. إذن عندما يدور في اتجاه عقارب الساعة تلاحظ بأن المقتاد يدور في الجهة العكسية له، أي عكس عقارب الساعة. إذن هنا نقول القائد يدور مع عقارب الساعة، المقتاد يدور عكس عقارب الساعة. لنستنتج الآن، قلنا ما هو الهدف من نقل الحركة، يعني أو ماذا يترتب عن نقل الحركة؟ بما أن هذا
العنصرين موجودين في تركيبة واحدة، فعندما يدور المقبض أو هذه النقطة مثلا تدور 10 دورات، فالصغيرة تدور 40 دورة. جميل. لو أردنا أن نحسب المسافة التي قطعتها هذه النقطة مثلا، لنقول أنه عندما دارت 10 دورات قطعت مسافة 100 متر، يا ترى إذا حددنا نقطة من محيط القرص الصغير ما هي المسافة التي تكون قد قطعتها؟ لا شك أنها تكون قطعت نفس المسافة بغض النظر عن عدد الدوران أو عدد الدورات. إذن وبالتالي نصل إلى هذه العلاقة التي تحقق المساواة، عدد دورات القرص في قطره يساوي عدد دورات القطر الثاني في عدد دورات القرص الثاني في قطره. لاحظ أننا وصلنا إلى هذه النتيجة، دي واحد في آن واحد يساوي دي اثنين في آن اثنين، بمعنى إذا ضربنا 10 سنتيم في واحد يساوي 2.5 في 4. إذن وبالتالي تصبح لدينا هذه هي القاعدة التي نتعامل بها في نقل الحركة. إذا أعطي لنا قطر القائد وعدد دوراته وقطر المقتاد، نستطيع أن نستخرج السرعة الدورانية للقطر للعنصر المقتاد، والعكس صحيح. يعني من هذا المساواة تستطيع أن تستخرج أي عنصر من العناصر الأربعة، المهم أن العناصر الثلاثة الأخرى تكون معلومة. إذن هذا بالنسبة لنقل الحركة بالاحتكاك. هنا نتكلم عن فوائد وسلبيات، أو نعم إيجابيات ولا محاسن ومساوئ نقل الحركة بالاحتكاك، لا نذكرها الآن، يعني سنلخص لها حصة خاصة، لكن هنا سنذكر أمرا إلزاميا لكي نتكلم عن الوسيلة الثانية في الحلقة القادمة. يعني هذا الاحتكاك الناتج عن الحركة المستمرة ينتج عنه ضرر. ما هو هذا الضرر؟ لا شك أنه تآكل السطحين المتلامسين، وحينما يتآكل السطحان المتلامسان هل ستنقل الحركة بأمان؟ لا شك أن هذا القانون لا يتحقق، بمعنى أنت إذا أردت أن تضاعف أو تزيد السرعة الدورانية إلى قدر معين فقد لا تحققه. بسبب ماذا؟ بسبب الانزلاق الذي يحدث هنا. يعني عندما تدير القرص القائد أو العجلة القائدة فإنها في أحيان كثيرة تنزلق، حينما تنزلق لا تضمن لنا السرعة الدورانية التي نريدها. إذن فما هو الحل البديل يا ترى لهذه المشكلة؟ إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.